ولأنه شهر أكتوبر شهر يهتم بما يخص توعية سرطان الثدي سواء من قريب أو من بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر، في شائعات كثير تتمحور حول المفاهيم أو بعض الأخطاء للمصابات بسرطان الثدي. هذه الإشاعات ممكن تكون مضرة بصحة المرأة خصوصا لما يتعلق الموضوع بالعلاج الإشعاعي. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، أرحب معي عبر الأقمار بالدكتور إبراهيم العتين، أخصائي عفوا استشاري أورام والعلاج الإشعاعي. دكتور إبراهيم، حياك الله، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك دكتور. لو على السريع تقول لي وش هي أبرز الأخطاء اللي تتمحور حول العلاج الإشعاعي؟ في البداية مسي عليك وعلى الأخوات الكريمات عندك في الاستديو. يا أهلا وسهلا بك. وعلى السادة والسادات المشاهدين. الحقيقة هناك كثير من المفاهيم الخاطئة والمنتشرة حول سرطان الثدي، وللأسف يتم تداولها كثيرا من كثير من المشاهير عن طريق السوشيال ميديا، ولها زي ما تفضلتي أثر سلبي كبير على المرضى. أود يعني أشير إلى أربع من هذه المفاهيم، وأولها مفهوم أنه مرض السرطان مرض لا يمكن شفائه، وأن المريض المصاب بسرطان الثدي هو في الحقيقة بدأ بداية طويلة لمعاناة كثيرة تنتهي في الغالب بالوفاة، ولا يمكن له بأي حال من الحوال التشافي من المرض. نعم. والحقيقة مختلفة نهائيا أختي الكريمة. جميل جميل دكتور. هذا المرض إذا تم استكشافه في المراحل الأولى فإن نسبة التشافي منه تفوق 90% بإذن الله. 95 صحيح. أو 95% زي ما تفضلت. طيب. ولذلك بدل ما نخاف منه يا ليت نحرص قدر المستطاع على الفحص المبكر، الفحص الذاتي، ونكتشفه مبكرا، لأنه هذا أفضل طريق وأقوى طريق للتشافي بإذن الله. صحيح دكتور إبراهيم. طيب لو إحنا نبغى نتأكد من صحة هذه المعلومات أو صحة الحقائق حول مرض سرطان الثدي، وين نقدر نحصله؟ كيف نتأكد أن المعلومة هذه صحيحة؟ هذا السؤال أجمل من الأول صراحة. البرامج الجيدة مثل هذا البرنامج اللي أنت سويته الآن هو من المصادر الممتازة لتلقي المعلومة. هناك كثير الآن من المواقع الإلكترونية الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية تقدم معلومات طبية سليمة مفيدة جدا للمرضى. صح. وعلى رأسها وزارة الصحة أكيد. هناك كثير من الحسابات وكثير من المعلومات الموجودة الآن مع توفر التقنية والسوشيال ميديا. نعم. يبقى للمريض فقط وللإنسان أنه يهتم في اختيار المعلومة. نعم. طب دكتور إبراهيم صحيح. كمان في حاجة مهمة جدا، أنه إحنا أغلبنا زي ما قلت لما نبغى نبحث عن معلومة على طول ندخل في محرك البحث جوجل عشان تطلع لنا، أوقات تكون صحيحة وأوقات تكون خاطئة وما إحنا متأكدين من المصدر الصحيح لهذه المعلومة. لكن غير وزارة الصحة، هل في مثلا بالتعاون مع بعض الجمعيات المختصة أو اللي يهمها زي زهرة مرض سرطان الثدي، في مواقع معينة تكون مثلا ناشرة على حساباتها كيفية أو مثلا أسباب كثير من العلاج أو معلومات يعني دقيقة أكثر؟ في مواقع زي أيوة كذا؟ غير حق أيوة في الصحة. في مواقع أنت عارفة، في جمعيات الآن كثيرة مهتمة بسرطان الثدي مثل جمعية زهرة. ووزارة الصحة عندها بعض المنشورات، صحيح انها مختصره لكنها تعطيك الفكره العامه عن سرطان الثدي وترد عن كثير من المفاهيم. جميل. انا كشخص عادي في المجتمع بجانب اني طبيب، لكن اقول لك المصادر المعلومات اصبحت متوفره ومن السهل الوصول لها، لكن المشكله المعلومات كثيره والناس تتناقل، واسأل مجرب لا تسأل طبيب. صحيح. دائما تقعنا في كثير من المفاهيم الخاطئة. جميل. في زي ما ذكرت دكتور انه في مفاهيم خاطئة وفي معتقدات، يمكن من ابرز المعتقدات الخاطئة عند النساء والرجال كمان
انه يعني العلاج الاشعاعي مره خطر انه انت تستخدمه، واذا استخدمته على طول بتموت وبدايته موت. هذا اللي متعارف عليه. هذا غير الشيء الثاني والمهم اللي هو إزالة سرطان أو أنه نشيل الثدي. هذا كمان أعرف أنه هي من المعتقدات الخاطئة. أبغاك توضح لي يعني زي ما ذكرت قبل شوي أنه 95% يتشافون. أنا أبغى كمان معلومات زيادة، أبغاك بس تصحح لي هالمعلومات اللي انذكرت. طيب، أولا العلاج الإشعاعي هو أحد طرق العلاج ومن أهمها. عادة يعطى بالنسبة لسرطان الثدي بعد الجراحة، يعني يتم الاستئصال الجزئي للورم مع المحافظة بإذن الله على الثدي، ويتم استخدام العلاج الإشعاعي لقتل ما تبقى من الخلايا إن كان هناك خلايا. جميل. يعني عملية تكميلية للجراحة. يعطى بشكل يومي ولا يحتاج إلى تنويم داخل المستشفى. والجميل فيه أنه غير مؤلم، أضراره الجانبية قليلة جدا. المريض بعد الجلسة، الجلسة تأخذ تقريبا 5 إلى 10 دقائق، أحيانا 15 دقيقة، يخرج المريض بعدها إلى بيته ويمارس حياته الطبيعية. نعم. ولا يؤثر على من حوله، يعني الإشعاع ما يبقى في جسده، الـ 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 هذا النوع من الإشعاع ما يبقى في الجسد. جميل. طب دكتور، يعني زي ما تفضلت وذكرت أنه المعلومات صارت موجودة في كل مكان، لكن المخيف أنه هذه المعلومات أحيانا تكون غير دقيقة. مثلا موضوع فحص الماموغرام أنه كثر استعماله ممكن يزيد من إصابة سرطان الثدي، ويبدو لي أنه هذه المعلومة غير صحيحة. أيوة، هو الخلط بين المعلومات هو اللي يسبب الإشكالية. الآن كيف أنت تكتشف الورم في مراحل المبكرة وتكون نسبة الشفاء عالية؟ بالفحص المبكر عن طريق الماموغرام. ومثله الخزعة اللي هي العينة الطبية. نفس المفهوم، يقول لك الخزعة تثير الورم وتسبب انتشاره. مع أن هذا الأمرين، الماموغرام والخزعة الطبية، هي أول طرق العلاج والتشافي بإذن الله. إن شاء الله. يعني إذا ما سويناها كيف نكتشف الورم؟ صحيح. اللي ساير عندنا اكتشاف متأخر للورم للأسف. هي مفاهيم خاطئة دكتور. وتكون نسب الشفاء مفاهيم خاطئة متأخرة للأسف. مفاهيم خاطئة، الأشخاص لازم نركز عليها. شكرا لك دكتور، شكرا لتواجدك معنا اليوم. يعني كثير ممتع الحكي معك ومسهل الموضوع للناس. زي ما ذكر الدكتور قبل شوي أنه لازم ناخذ طبعا النصيحة من أهلها ومن المواقع الصحيحة اللي طبعا موثقة، مواقع صحية طبعا لوزارة الصحة. طبعا وصلنا الحين لختام حلقتنا، نشوفكم بكرة بإذن الله بنفس الوقت. في أمان الله.